الفولي لعبة الكورة اللي بتطير لفوق، والأمهات في التدريبات بينولهم نصيب من كورة من هنا وكورة من هناك. وأنا والأمهات وساعات الانتظار في التدريبات لنا حكايات في البطولة أمهات. والنهاردة معانا بطلة جديدة هتحكي لنا عن مشوارها في البطولة والمعاناة اللي بتعانيها مع أبنائها. معانا البطلة الأم مروة. عندك أطفال قد إيه؟ عندي نور الدين ولد بيلعب فولي تحت 13، وبسملة بتلعب فولي برضو تحت 10 سنين. كلمينا عن معاناتك اليومية معاهم من الصبح لبالليل، وإحنا قاعدين بندردش مع بعض كده قلت لنا إن أنتي بتنامي على الدريكسيون، قولي لنا بقى إيه الحكاية؟ لا، هي الفكره كلها والله ان هي فعلا تعب كبير فعلا. في ايه؟ ان انت مضطره هدت المدارس بتقولي انك ريحتي، انت ما بتريحيش، انت تلاقي نفسك في نفس اللفه هي ونفس المجهود. يعني انا نور عنده تمرين الساعه 1 وساعه 12 الظهر، بس ملا تمرينها 6 او 8، فانا بعمل ايه الصبح؟ اضطر ان انا اصحى الساعه 9 اعمل الفطار واعمل الغدا واعمل العشاء وانزل اودي نور الصبح الساعة 1، وافضل قاعدة انا واخته لحد ما عاد تمرينها 6 او 8. فالبنت برضو بتقعد تلعب في الصالة هنا تمرن نفسها، نقعد مثلا من 8، لو هي سي مثلا تمرينها 8 يبقى من 8 ل 10، فبفضل قاعدة سي مثلا من 12 الظهر ممكن ل 10 بالليل، اروح البيت 11 11 ونص. انا مرة في البيت بقول لهم انا بقالي 10 دقايق وبقى بقالي 12 ساعة بالظبط برا البيت. اسمي نور الدين محمد حسن، بلعب طايرة في الأهلي ومركزي ليبرو، وبلعب تحت 13 سنة، بدأت من 9 ل 13. واللي حببني في الفولي إن هي لعبة مهارية وجماعية، فبتحبب الواحد في لعبة الطايرة. في حاجة تانية بقى، يعني أنا عندي نور بيلعب فولي وبيلعب سباحة، بجيبه هنا التمرين بعد ما يخلص أخده أجري بيه على السباحة وأرجع بسرعة عشان أنزل بسملة للتمرين، أو العكس يبقى نور في التمرين وأجري بسرعة بسملة للسكواش، ونور عاوز يلعب تنس طاولة. فأنت وساعات في ألعاب بتبقى مثلا في أهلي مدينة نصر أو بلاش، فرقة نور هنا وبسملة بتتمرن في مدينة نصر، تبقى أنت ما أنتش عارفة تروحي فين. يعني أنا هسيبه هنا واجري بيها ميت نصر ساعتين رايح وساعتين راجع، ولا مودياش التمرين؟ تبقى انت يعني فعلا يعني سوري في كلمه مسحوله، لدرجه انا ساعات انا وباباها في المدارس بنقضيها شفتات لان هي البنت تحت 10 سنين، ففي الاجازه مش هسيبها في البيت. طب في المدارس اصحى الصبح طبعا نجري نروح المدرسه نعمل الهوم ورك في المدرسه لو ان كان في البريك، نرجع بسرعه لازم الكتب تتفسح معانا في الطريق. لو ما عرفتش سي مثلا نور تمرينه هنا في الجزيره بسيب بسمله في البيت، باباها يرجع من الشغل تبقى لابسه ومصرحه ومتغديه وكله A1 وياخدها يجري بيها مدينه نصر، او العكس. يعني فعلا انا لسه بقول لهم انا مش حاسه ان انا خدت الاجازه لسه، يعني هو فعلا كلها شهر وهرجع المدرسه، فين الراحه اللي انا خدتها؟ ما فيش. انا بقول لهم ما حد يوم الجمعه ده باباهم بصراحه اللي بيوديهم ويجيبوا، ما بيقول لهم انا اجازت يوم الجمعه، ما حدش اساسا يند، يعني ما حدش ينده عليا خالص في البيت. يعني وصلت لمرحله حتى حد ينده عليا؟ لا، ما حدش ينده عليا، انا مش موجوده النهارده، انا اجازه والله بجد اجازه. بتبقي انت حتى عايزه تقعدي، والله بقول لهم مش عارفه اشرب كوبايه شاي، يعني بصي درجه ايه، اه بس اشرب كوبايه شاي في هدوء من غير ماما اشرب، ماما اكل، ماما ما اعرفش، مع انهم يعتبروا ما شاء الله كبار، بس انت بيبقى غصب عنك الزمن غير الزمن والجيل غير الجيل. يعني انا وانا صغيره انا كنت بلعب غطس هنا في فرقه النادي الاهلي، بابايا كان بيسيبنا من 7 الا ربع ل 5 الا ربع بالثانيه، ما كنتش اقدر اطلع مثلا متاخره 5 دقايق، احترام المواعيد الالتزام كل ده. بس انت دلوقتي صعب انك تسيبي حد وتمشي،
بلس بقى كل ده ان انت طول ما انت قاعده في التمرين لازم تحمسي وتشجعي ومره حلو مره وحش مره برافو. يعني سبحان الله تلاقي الولاد كلها ولادنا طبعا، بس هتلاقي كل الكومنتات عمل كره حلوه يبصلك، لازم يبصلك. الكره وحشه ولكنه يعرفك، فهكذا بقى. كره حلوه طب برافو عليك، الكره وحشه طب معلش المره الجايه. طول ما انت قاعده بتوصلي وبتودي، وفي نفس الوقت عليكي عامل نفسك ان انت هتشجعيهم. الكابتن مثلا قال حاجه كويسه طب استغلها، قال حاجه وحشه برضو استغلها. برضو لازم نحسن من نفسنا ولازم نبقى كويسين، ولازم يعني عارفه في لود بصراحه فعلا. الامهات دي يعني مش هقول لك الاب، الامهات فعلا لود كبير جدا. وده في معانا امهات يعني بتاخد ولد، يعني بتاخد ولادهم معاها، يعني هي مثلا مامة واحد تاخد اتنين تلاتة توديهم والام تانية ترجعهم. ولاد مثلا يتقابل مامتهم تاخدهم من نص الطريق ولا من نص السكة، واحدة تانية ترجعهم. باعوا تقريبا هنا 10 ساعات 11 ساعة، يعني نور 12 بس ما لا تبقى 8، لو مش 8 تجري يبقى مثلا عندها سكواش الساعة 4، يعني بس ما لا يوم الجمعة عندها التمرين الساعة 2، السكواش الساعة 6 أو الساعة 4، تجري بنفس هدومها بنفس تجري بسرعة، وانت طبعا بتجري وراهم شوفهم راحوا ولا ما راحوش ولا بتدلعوا في السكة ولا شفت صاحبتي رغينا شوية طبعا لازم يحترموا المواعيد. فلو أي ولد فيهم أو أي بنت بتروح متأخرة ما بتبقاش كويسة. وانا دايما اقول لهم ما نستناش الكابتن يزعلنا، انا احترم المواعيد. فانت تحسي ان انت اللي بتجري، انت اللي بتحافظي على الميعاد، انت اللي لازم تخلي بالك من الاكل بقى. يعني انا بقول لك بجد عامله الفطار كلوه واحنا جايين في الطريق عشان طبعا ما لحقناش، صعبانين عليا صحيهم، ومعايا الغدا ومعايا العشاء عشان لما يروحوا كمان يعني ما ياكلوش ويناموا، لان انا بوديهم فتنس. فالكابتن قايل لي بعد 7-8 دي كونوا خلاص متعشين ومخلصين. فطبعا 7-8 دي احنا لسه اصلا في التمرين، فمعايا سندوتشات العشاء نروح نتعشى، هو طبق الفاكهه والحمد لله على كده وبقى شكرا قوي. وهو كمان صابوا عليكي وعايزين يلعبوا، فين بقى الوقت اللي كمان يلعب بقى فيه كوره، تروح فيه المراجيح شويه. فتحس ان اليوم كله جري 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 جري. بس انت شايفه اللي انت بتعمليه معاهم والمجهود ده بتلاقيه وبتلاقي صداه لما بتشوفيهم ابطال، هل لاقياه برضه في علاقتك معاهم وان انتم متقاربين مع بعض وهم حاسين بالمجهود اللي انت بتبذليه وشايفينك بطله زي ما احنا شايفينك برضه؟ لا هم طبعا كسن طبعا ما يستوعبوش قوي، بس انا بقعد اقول لهم اديني انا بنزل وبروح وباجي عشان تبقوا كويسين وعشان تبقوا غيركم ما بيتمنى يلعب في نادي الاهلي. انتوا اي حد لما تقولوا تعالى اي حد بيقابلكم في الشارع انتوا بتلعبوا فين؟ بنلعب في الاهلي. ايه ده؟ الاهلي فعلا دي حقيقه. فالناس بتتخض، اقول لهم يبقى دي ان احنا نحافظ عليها. بين انا عندي نور وبسمله في الاكاديميات من عندهم 4 سنين، فطالعين عارفين ان في حاجه نظام، في حاجه اسمها مواعيد، في حاجه اسمها احترام الوقت. صدقيني بجد بلا مبالغه ما عندهمش وقت لا للتابلت ولا للكمبيوتر ولا يعني قليل لما يلعبوا مثلا بموبايلي. فين التابلتات؟ الحمد لله مش موجوده. التلفزيون اهو شويه الايه الحبه اللي هنمهم مثلا، لكن غير كده فعلا ما عندهمش وقت. ودي الحمد لله برده تعتبر ميزه ان هي بعداهم عن حاجات كتير. والحمد لله كل الولاد تقريبا كلهم يعني الحمد لله تربيه واحده. يعني انت لما بتبقي قاعده عينيكي مش على ابنك بس، ايه ده فلان ما جاش، ايه ده عيان، ده تعبان، تكلمي مثلا مامته ده ما جاش للنهارده، ده مش عارف ايه. لو حد فيهم لعب لعبه وحشه انت مش بتقيمي ابنك بس، بتقيميهم كلهم. انت النهارده كنت وحش، المره الجايه لو كنت وحش انا لا ازعق لك، ماليش دعوه بماما كده. ليه؟ لان هي كلها اسمها فرقه 13. لو لا قدر الله مثلا في ماتش خسرنا نقطه ولا خسرنا، بتبقي انت قاعده على اعصابك على النقطه. انت لو تاخدي بالك هو بيصورنا، انت رايحه مع كوره، الكوره تيجي كده والكوره تيجي كده وتيجي كده وتيجي كده، وركز ولعب حلو. هتلاقي الرياكشنات كلها طبيعيه جدا وهما بيلعبوا. زائد بقى طبعا الماتشات، انت عشان مثلا تصحي الصبح، انا في اوقات الموسم اللي فات بسمله كان نور ماتشه الخميس، بسمله ماتشاتها الجمعه، فلازم بسمله تروح لاهلي مدينه نصر تمرينه الماتش في اهلي مدينه نصر. تخيلي بقى حضرتك انت نور مثلا الماتش بتاعه في الشمس وانت عايز تروحي اهلي مدينه نصر،
فتخيلي بقى المعاناة، انت هتروحي مع مين؟ وبعدين لو رحتي مع نور ما بتجيش ماتشاتي، هتروحي ماتشات بسملة تقولك ما بتجيش ماتشاتي، طب بابا يودي بسملة، طب بابا انت ما بتجيش ماتشات نور، فاهمة؟ فتحس ان انت تجري هنا وما تبقيش عايزة تزعلي ده ولا تزعلي ده. فممكن والله في اوقات كتير بس نور يخلص الماتش نجري بسرعة نلحق تمرين بسملة في اهلي مدينة نصر، انا اصلا ساكنة في الجيزة، فعشان بقى اروح مدينة نصر ساعتين رايح ساعتين راجع عشان الحق من ماتش التمرينة، يعني ان شاء الله يا رب باذن الله فعلا يطلعوا بطلاتي فيشرفوا نفسهم ويشرفوا الاهلي يا رب ان شاء الله. نور من اللعيبة السرعة في الملعب، مهارته كويسة ولعيب سريع وفدائي بيحاول في كل كورة، لعيب مجتهد، فدي حاجة بالنسبة، ودي أول سنة هو معنا، يعني هو قاعد السنة الجاية، فحاجة بالنسبة للاعب إنه بيحاول وبيجتهد وعنده سرعة، دي حاجة كويسة ليك أول سنة ليه في 13 سنة. بخليه دايما مركز، وعنده بعض الأخطاء في المهارات في حاجات معينة، بخليه دايما يركز فيها ويعيدها أكتر من مرة عشان يتقن فيها، إن شاء الله هيبقى لعيب كويس بإذن الله تعالى، إن شاء الله. أنا أصلا كنت بلعب يدي في الأهلي وفشلت في اليد، فبقيت العب فولي عشان هي لعبه حلوه وكويسه وجماعيه، يعني في نفس الوقت لو حد غلط يبقى الثاني بيساعد، يعني مش واحد لوحده، بتعامل مع زمايلي في الملعب بكل حماس وثقه وبعتمد عليهم في اي حاجه. قاعدين الكوره خبطت فينا، ده يعني ده طبيعي، انت طول ما انت قاعده لازم عينك على الكوره، مش بتاعت الولاد، الثلاث ملاعب دول عينك على الكوره، تجيلك من هنا تجيلك من هنا، يعني انت لازم تركزي. وبعدين حصلت كتير يبقى معاكي شاي يقع، الشاي يقع، النسكافيه يقع، العصير، اي حاجه، ده خلاص بقى اسست من حياتي، طول ما انت قاعده خلي بالك كده. انا دلوقتي بكلم حضرتك ونور في التمرين وبسم الله، ده تمرين سكواش هناك، اجري بسرعه الكابتن مستنيكي، اجري بسرعه. وبعدين بقى كل ده الشنطه، انا موسوسه شويه، فممكن تلاقي الشنطه فيها غيارين ثلاثه، اللي لعبنا بيه واللي عرقنا فيه واللي هنلعب بيه التمرين اللي بعديه، زائد ان احنا عندنا دولاب في النادي، يعني كل ده والشنطه تحس انها مش مكفيه والدولاب مش مكفي، انا بقول لهم خلاص انا هطلب بقى من الكابتن الخطيب يشوف لي اوضه هنا ابات بيها، يعني وتعالوا لي، يعني انا موجوده الصبح من 11، يعني تخيل انا بصحى كل يوم تقريبا 9 عشان انزل 11 وربع امشي على مهلي ما يروحش متاخر. وشفت يا ماما الكابتن قال لي وتاخرت ومش عارفه وايه، ما انت لازم حتى انت نفسك تعلمي احترام المواعيد. انا هروح لك بدري بس انت لو دلعت مثلا ودخلت الصاله متاخر دي مش بتاعتي، انا مودياك على الميعاد بالظبط. فلازم كل ده في حاجات انت بتغرزيها زي ما اهالينا زمان غرزوها فينا، هم ان شاء الله لما يكبروا هيتعلموا ان الحاجات دي خلاص بقت سيستم حياتهم، لما برضو ان شاء الله يتجوزوا ويخلفوا كده برضو، يعني اقصد ايه، حاجات مفيده بتتوارث، هي دي اكتر حاجه الواحد باصص عليها. طيب الضغط الذهني والبدني اللي كلمتينا عنه في الايام العاديه، عايزاكي تقولي لنا الضغط بقى اللي بتتعرضي له ايام البطولات ده بيبقى اضعاف مضاعفه، فكلمينا بقى عنه كبطلة من بطلاتنا. هو ليه مضاعف؟ لأن الماتشات بتبدأ مع المدارس، يعني مش بتبدأ في الأجازة، لا يعني أنت مثلا موسم الماتشات عندك آخر 9 تقريبا أول 10، والمدارس إمتى؟ آخر 9 أول 10، فأنت بتبقي غصب عنك. هم طبعا هنا مشكورين بدون جواب كده بنوديه المدرسة، إن هم معلش سي مثلا كل حد مش هيجوا، كل خميس مش هيجوا، دي موجوده، لكن انت بتبقى غصب عنك. عايزاهم في نفس الوقت في الدراسه الفول مارك، يعني انت برضو ايه، انا بلعب وبجري وبروح وباجي، بس انت الام المصريه تحسيها يعني متسستمه، ما فيش الا الفول مارك. يعني لسه بقول لبسمله انت عايزه تلعبي سكواش وبتلعبي فولي والمدرسه جايه، بجد يعني بجد انا بيذاكروا في الاجازه، جايبه الكتب بتاعت السنه اللي جايه
وبتحايل طبعا عليهم حاجه حلوه بقى، وهنروح وهنيجي عشان نذاكر اي حاجه في الاجازه. هو قلت لهم هو ده، عايزين تلعبوا وتكملوا ساعه الدراسه، لازم نذاكر في الاجازه. طيب الاجازه هتيجي، المدرسه هتيجي، هنعمل الهوم وورك ولا هنذاكر ولا هنمتحن ولا اللي هي النظام الامتحانات الشهريه، التيست بتاع كل شهر، وفي مدرسين تيست كل اسبوع. طب انت هتلاحي عليه ولا ايه؟ بجد انا بقول لهم في البريك اعملوا الهوم وورك في البريك، مفيش بقى ولا فوق، ما عندكوش وقت للفسحه فعلا. ايه فسح يعني؟ انا ساعات بيجوا من المدرسه، انا بجيبهم من المدرسه ببقى عامله الغدا ولابسه ومحضره الشنط والكتب، والكتب اللي بتتفسح معانا في الطريق، يجوا مجرد بس لو لحقوا يناموا نص ساعه كويس، ما لحقوش بنجري على التمرين. ويوم الماتشات ده يعني ايه، في اوبشن كده ان احنا اليوم ده احنا اوريدي اجازه فيه، لكن قبليه وبعديه. وبعدين برضو المدرسين برضو ما لهمش دعوه بقصه، يعني قصه الرياضه دي مش في الشعب المصري كله، في يعني في ناس متفاهمه شويه وفي ناس لا. وفي نفس الوقت انت عايزاهم يجيبوا الفول مارك، يعني انت برضو يعني المعادله الصعبه في ايه؟ انا حتى بقول لهم لو انتوا زي زمايلكم اللي هم يعني في المدرسه مش بيلعبوا، اصل بيقولوا لي ايه احنا في الاجازه مش عاوزين نذاكر، اقول لهم واصحابنا ما بيذاكروش. طب ما انتوا عندكم حق، بس اصحابكم دول ما بيلعبوش، ما بيروحوش نادي، ما بيتمرنوش، فبيرجعوا من البيت يتغدوا ويناموا ويصحوا براحتهم ويذاكروا. طب انا فين الوقت اللي هعمل فيه كده؟ والله فعلا بيناموا في الطريق. يعني انا كل يعني انا لو وريت حضرتك الشنطه دلوقتي هتلاقي اللانش بوكس والغدا وموجود في الشنطه، بسندوتشات العشاء كمان، بالخضار بتاعهم، بالاكل بتاعهم. نمشي برضه في نفس الوقت، هو مش اي اكل وخلاص، انت برضه بتحاولي تحافظي على الاكل الاساسي بتاعهم، الفاكهه، الخضار، شويه نشويات، لان برضه في اجسام ممكن حتى لو بيروح تمرين انت مش عارفه الاجسام بيبقى يعني ممكن يزيد شويه ممكن يقل شويه، لازم برضه يبقى فيها كنترول، فتحس ان انت عامله كنترول في كل حاجه، في الاكل وفي المشوار في المدرسه. وبعدين لو وبعدين اللود بقى اللي عليهم لو مثلا درجات نقصت، شايفين ايه وترجعي تقولي طب معلش معذورين، بس انت في نفس الوقت اللود اللي عليك ايه؟ مش هينفع تقول لهم معلش. مامتي بتصحى الصبح بدري تحضر الاكل والحاجه، وبتاخدني انزل النادي من الساعه 12 عشان بيبقى عندي تمرين، وبتحضر الغدا والاكل، تنزل وبتفضل تشجعني في الملعب، تعمل كل حاجه. مامتي في اوقات بتجيب المذاكره عشان ما بلحقش اذاكر في الماتشات وفي الاجازه، فانا بذاكر في الاجازه عشان ابقى مجتهد في الدراسه، ومامتي برده بتاخد لي الكتب عشان ابقى احسن واحد في الدراسه. والله حاجة مهمة جدا 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 جدا، بالذات الناشئين الصغيرين. لو احنا عندنا 9 سنين و11 سنة و13 سنة، اللعيبة الكبار يمكن بيجوا لوحديهم، لكن اغلب الولاد الصغيرين دول بيضطروا باباهم يجيبهم او مامتهم تجيبهم. فالولد ممكن يتأخر على التمرين مش ذنبه، ممكن ما يجيش خالص، بابا عنده ظرف، مامته عنده ظرف. تضحية أولياء الأمور هي اللي بتخلي اللعيبة كويس، التزام أولياء الأمور بتخلي اللعيب ملتزم، فدي حاجة غاية في الأهمية. دي حاجة مهمة جدا جدا. انا بقدر اسيطر على اللاعب جوه الملعب، لكن بره الملعب وفي البيت الولد مش قدامي، بقى في اتصال او لينك بيني وولي الامر، في حاجه معينه انا بتابع ولي الامر ينفذ في البيت، هو ينفذ في البيت وينفذ هنا عشان نقاوم الولد، سواء حاجه خلقيه، حاجه في اللعب، حاجه معينه في الاكل مش مظبوط، اي حاجه، في لينك بيني وولي الامر، انا اظبط هنا وهو يظبط هنا، فبقى في لينك بيننا في الموضوع ده.
النصيحة اللي تقدري توجهيها لكل الأمهات اللي بتشوفيهم وأولادهم مش في الرياضة، يعني مش بيلعبوا لعبة، مش في فريق، تنصحيهم بإيه؟ بصي، هو الرياضة عامة طبعا وصلنا بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الرياضة عامة جميلة، بس احنا نفترض دلوقتي محدش دخل فرقة، ما اقعدش اروح الاكاديميات. الاكاديميات ما شاء الله حضرتك لو جيت الصبح مليانه هنا في الفولي، بس مالها بتلعب وهي في الاكاديميه هنا الله يرحمه كابتن نبيه صلاح وهي عندها 4 سنين اتعلمت ان هي في الاكاديميات تطلع. طب افرضي هي يعني اي واحد او اي واحده ما لعبتش يعني في الفريق، في العاب فرديه، انا دخلت نور الكاراتيه ممكن يدخل كاراتيه لعبه فرديه، لو هو ما لحقش يقدر يثبت نفسه في اي لعبه. في تنس طاوله عندنا في مدينه نصر، في تنس، في سكواش، كل دي بتبقى اكاديميات. يعني الدنيا هنا طبعا الواحد طبعا بيامل ان الناس كلها تخش فرق، هي طبعا حاجه جميله وفيها التزام وفيها حاجات كتير قوي كويسه، بس طب افرضي هو ما لحقش او هي ما لحقتش، ما اقعدش، لان الرياضه بتبعد الاولاد والبنات كمان عن حاجات كتيره وحشه. ايه المشكله انه يخش اكاديميه مثلا طايره، باسكت، اي حاجه هو بيحبها؟ دي النصيحه اللي انا بقولها لهم. لكن الوعاد في البيت مش هيجني التلفزيون وتابلت وعيننا توجعنا وظهرنا يوجعنا ومفيش اي فيها اي افاده. ايه المشكله؟ في والله هنا بنات كبيره ما شاء الله في اكاديميه الفولي كبار، هم عارفين ان هم ما لهمش فرق بس بيجوا اهليهم بيجيبوهم، لازم اسعى وراهم. لو انا مثلا يعني عدى الوقت بتاع الفرق، ايه المشكله لما اجيبهم يلعبوا اي حاجه تانية، يمارسوا هوايتهم، يلعبوا، يجروا التراك، يلعبوا فتنس، يخشوا الجيم. انا برضو دخلتهم الجيم اللي هو اللي هنا والجيم اللي هو في السكواش، اي حاجه. بصي، طول ما الجسم بيتحرك، مش هو دايما يقول لك الحركه بركه؟ حتى انا عن نفسي بمشي الف التراك، يوم السيدات في البسين بنزل بسين، انا اصلا كنت بلعب غطس. فاي رياضه لاي حد، رياضه مالهاش سن، في ناس كتير جدا حققت مراكز في سن كبير مالهاش دعوه، هو ممكن يكون في حاجه يعني في موهبه معينه ما لحقوهاش ممكن يلحقوها، زي التنس طاوله ممكن يبقى مثلا فجاه يبقى حاجه واو فيها، التنس، السكواش. بس هي ايه؟ عايزه شويه تعب من الاهالي، يعني ما ييأسوش، مش عشان خلاص ما لحقناش مثلا فرقه هنا او هنا لا خلاص، ليه اكمل اشتغل مثلا في اكاديميه في اي لعبه هو بيحبها. يعني انا نور والله ودته الكاراتيه في مدينه نصر عشان هو عايز يجرب الكاراتيه، خد الحزام الاصفر وما كملش، بس يبقى اسمي ايه؟ احس ان انا عملت اللي عليا، ما يجيش يقول لي بعد كده انا ما لعبتش كذا، انت ما وديتنيش كذا، لا انا وديتك وعملت اللي عليا، وانت شوف هتثبت نفسك فين؟ فين؟ في الطايره ولا في الكاراتيه ولا في التنس طاوله؟ انت اثبت نفسك. فكل ام تحاول تتعب مع اولادها شويه. لو لا قدر الله مثلا ما فيش نصيب لحاجه هي عاوزاها، يبقى عيالها بيتحركوا بيلعبوا. ماما بتتعب معايا قوي عشان في الدراسه، في وقت الاجازه برضه بتذاكر لي عشان ابقى مجتهد، وبقول لها شكرا يا ماما بحبك قوي. كده خلصت حلقتنا مع بطلة قوية جدا من بطلاتنا، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجنا البطولة أمهات.